بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، طلبة الصف الثالث، سلام الله عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعض ملاحظات لازم نخلي بالنا منهم. طبعا الرسمة اللي قدامي دي الأول دي عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا عرفنا قبل كده اللي قدامي ديت عبارة عن اللي هي طبعا إحنا اتكلمنا عن تركيب العضلة، تمام؟ وقلنا العضلة عبارة عن مجموعة من الحزم العضلية. كل حزمة زي ما احنا عارفين قلنا مغلفة بنسيج ضام لحمايتها. كل حزمة من اللي هي الحزم العضلية عبارة عن مجموعة من اللي هي الألياف العضلية. طبعا اللي هي الليفة العضلية اللي هي بتساوي اللي هي خلية عضلية. كل ليفة عضلية بتحتوي داخلها على قلنا من 1000 إلى 2000 لليفة عضلية. الرسمة اللي قدامي دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اللي هي لليفة عضلية، متكون زي ما احنا شايفين من 3 قطع. ايه؟ من 3 قطع عضلية، دي قطع، دي تانية، دي تالتة. اللي بيفصل القطع عن اللي جنبها اللي هي احنا قلنا اللي هو خط زد، يبقى اللي قدامها ده عبارة عن خط زد. خد دي عبارة عن ايه؟ خطوط. ايه؟ خطوط زد اللي هي بتفصل بين كل قطعة عضلية والتانية. قلنا القطع العضلية كان لها اسم معين، كان اسمها اللي هي ايه؟ قطعة عضلية، او كان لها اسم تاني كنت بسميها اللي هي ساركومير. عرفنا برضك هنا في شوية حاجات. احنا قلنا طبعا اللي هو الأحمر ده اللي هي الخطوط اللي هي البروتين اللي هي التقيلة ديت، كان اسمها اللي هي خطوط اللي هي الميوسين. أما اللي هي الرفيعة ديت اللي هي إيه؟ الأكتين. يبقى عند الأحمر ده اسمها إيه؟ ميوسين. الرفيع ده اسمها إيه؟ اللي هو إيه؟ الأكتين. قلنا المنطقة من أول هنا لهنا اللي هي اسمها أي، اللي هي منطقة اللي هي المضيئة، تمام؟ عندي بعد كده اليمة التانية نفس الكلام برضك، ديت منطقة مضيئة. قلنا من أول هنا لحد هنا، من أول هنا لهنا دي اسمها المنطقة اللي هي إيه؟ المنطقة اللي هي الداكنة. منطقة إيه؟ الداكنة. يبقى من أول هنا لحد هنا دي عبارة عن إيه؟ منطقة داكنة. بيتوسط المنطقة الداكنة زي ما إحنا اتفقنا اللي هي المنطقة دي كده اللي هي ما اسمها إيه؟ المنطقة اتش اللي هي شبه المضيئة. شبه مين؟ شبه المضيئة. في شوية حاجات احنا هنا لازم نخلي بالنا منهم. أول حاجة كده عندنا كده، لو هو اداني بعض المسائل، أول نقطة عندنا لو هو اداني بعض المسائل وقال لي احسب لي عدد خطوط زد، مديني رسمة أو مديني في صورة مسألة وقال لي احسب عدد خطوط زد. طيب أنا هجيبها ازاي؟ لو مديني رسمة زي ديت والله هنا، أو مداني في صورة أرقام، هنا هشوف على حسب اللي هو مدوني. لو هو مديني عدد القطع العضلية، يعني مثلا قال لي عندي 50 قطعة عضلية احسب عدد خطوط زد، هعمل ايه؟ قال لي عندي 50 قطعة عضلية، 50 قطعة ايه؟ عضلية. وعاوز اجيب مين؟ عدد خطوط مين؟ زد. هعمل ايه؟ هجيب اللي هي القطع العضلية اللي قال لي عليها، يعني اقول له يساوي عدد القطع العضلية وازود عليها واحد. هزود عليها كام؟ واحد. يعني هو لو هو قال لي 50 اقول له 51، قال لي 60 اقول له 61، وهكذا. يعني هنا اللي قدامي، هنا الرسمه اللي هي قدامي، لو انا عاوز هنا احسب هنا كام، عندي كام خط زد، اجي ابص كده انا عندي كام قطعه عضليه، ادي 1 2 3، تمام؟ يبقى عندي 3. هزود عليها كام؟ 1. هيطلع لي كام عدد خطوط زد؟ 4. يبقى عندي هنا 3 اللي هي قطعه عضليه، هزود عليها 1 هيطلع لي كام خط زد؟ 4. نبص كده، ادي عندي خط زد ده 1، ادي 2، ادي 3، ايه؟ ادي 4. يبقى اذا ده اول حاجه ايه استعملها لو هو مديني مين؟ عدد القطع العضليه، وطالب مني ايه؟ عدد خطوط مين؟ زد. وفي نفس الوقت بيساوي عدد المناطق المضيئه. عدد مين؟ المناطق ايه؟ المضيئه. احنا قلنا دي اسمها منطقه مضيئه، دي منطقه مضيئه، دي مضيئه، دي مضيئه، دي مضيئه، دي مضيئه. بس هنا خلي بالي، هنا احنا قلنا ديت منطقة مضيئة، طب اللي جنبها في القطعة اللي جنبها برضك مضيئة. يبقى إذا لما أجي أحسب هنا عدد القطع المضيئة
عندي ادي كده ايه، ادي واحد، ومن اول هنا لهنا منطقة مضيئة، تمام، ادي اتنين، ومن هنا لهنا ادي تلاتة، وديت ادي اربعة، يبقى عندي برضه بيتساوي مين، اللي هي ايه، عدد المناطق المضيئة عشان اجيبها. لو هو مديني عدد القطع ازود عليها كام، واحد. دي اول حاجة خلي بالي منها. النقطة التانية، النقطة التانية رقم اتنين، لو هو مديني عدد، عكس بقى الموضوع، لو هو مديني عدد الخطوط زد، وعاوز طلب مني عدد القطع العضلية، يعني مثلا قال لي مديني مثلا عندي 10 خطوط زد، يا ترى في كم قطعة عضلية عندي؟ في الحالة ديت أنا هطرح منها واحد. يبقى عندي هنا عشان أجيب عدد القطع العضلية أقول له عدد خطوط زد، هطرح منها كام؟ واحد في الحالة ديت، تمام؟ طيب في نفس الوقت برضك هنا بيساوي اللي هي عدد المناطق المضيئة، وبرضك أشيل منها كام؟ واحد برضك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني دلوقتي لو هو مديني حاجة من الاتنين، يا مديني عدد الخطوط اللي هي زد، يا اما مديني مين، عدد المناطق المضيئة. قال لي مثلا عندي 5 مناطق مضيئة، عشان اقول له انا احسب له عدد القطع العضلية اعمل ايه؟ هشيل منها واحد، هطرح منها واحد. طب لو هو مديني عدد خطوط زد، قال لي مثلا عندي 10، احسب كم قطع عضلية، هشيل منها برضه كام، واحد، اقول له كام، 9. طب نيجي نبص على قدامنا كده، احنا قلنا اللي قدامنا هنا عندي كام خط زد، ادي 1 2 3 4، تمام، علشان نجيب كم قطع عضلية هطرح منها كام، واحد. يبقى طلع فعلا كام عندي، طلع قطع عضلية. طب نفترض اللي هو مديني عدد المناطق المضيئة، احنا قلنا دي منطقة مضيئة، من هنا لهنا ادي 2، ادي 3، ادي 4، يبقى عندي كام منطقة مضيئة، 4، هطرح منها كام، واحد، اتفضل لي كام، 3، يبقى عندي كام قطع عضلية، 3، ادي 1 2 3. ناخد القاعدة التالتة، أو الحاجة التالتة اللي هي عندنا نخلي بالنا منها، رقم ثلاثة، لو هو مديني عدد المناطق الداكنة وقال لي احسب عندي يا ترى كام قطع عضلية. الكلام ده عنده طبعا ايه، لما يكون في حالة انبساط. طبعا العضلات اللي انا رسمها ديت في حالة مين؟ في حالة اللي هي ايه؟ انبساط، العضلة اثناء الانبساط. يبقى عندي القاعدة التالتة اللي انا اعرفها، عدد القطع اللي هي العضلية، الكلام ده قلنا امتى؟ اثناء الانبساط، انبساط العضلة، بيساوي عدد المناطق الداكنة، في نفس الوقت بيساوي عدد المناطق شبه المضيئة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هو انا من هنا لما اجي احسب هنا، يا ترى عندي هنا في الرسمة اللي قدامي ديت في كام منطقة داكنة؟ احنا قلنا من اول هنا لهنا اسمها منطقة داكنة، ادي 1، من هنا لهنا ادي 2، ها ادي 3، يبقى عندي هنا في الرسمة اللي قدامي كام منطقة داكنة؟ 3، وهم كام قطعة عضلية؟ 3 برضك. يبقى اذن ده بيساوي ده. طيب يا ترى عندي هنا كام منطقة شبه مضيئة؟ احنا قلنا المنطقة اللي في النص دي كده اسمها شبه ايه؟ مضيئة، ادي 1 اللي هي الاتش، ادي 2، ادي 3، يبقى برضك عندي ايه؟ عندي 3 مناطق شبه مضيئة، وهي نفس الوقت اللي هي بيساوي مين؟ عدد القطع ايه؟ العضلية، تمام؟ القاعدة الرابعة، رقم أربعة، لو طلب مني مديني عدد الحزم العضلية وقال لي يا ترى عندي كام وحدة حركية، احنا طبعا المرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه وحدة حركية أو الوحدة الوظيفية. عندي في قاعدة نعرفها برضك، إن عدد الوحدات الحركية أو الوظيفية بيساوي عدد الحزم العضلية، في نفس الوقت بيساوي عدد الألياف الحركية. يبقى لما يديني أي واحدة فيهم التلاتة، يبقى هم التلاتة نفس العدد. يعني لو قال لي عندي 10 حزم عضلية، يا ترى عندي كام وحدة حركية؟ هقوله نفس العدد، تمام؟ قال لي مثلا عندي 50 اللي هي من الألياف الحركية، يا ترى كام وحدة حركية عندي؟ أقول له نفس الرقم اللي هو قال لي عليه، تمام؟ نيجي رقم خمسة، النقطة الخامسة تخلي بالنا منها. رقم خمسة، لو هنا مديني هنا وقال لي احسب لي أقل عدد من الوحدات الحركية،
وهو مدينا عدد الأرياف العضلية. يعني لو هو طلب مني قال لي احسب أقل عدد من الوحدات الحركية، أقل عدد منين؟ من الوحدات الحركية، وهو مديني قلنا عدد الألياف الإيه العضلية، مديني مين عدد الألياف إيه العضلية، طلب مني أنا خلي بالي إيه أقل عدد. إحنا طبعا عارفين اللي هي الوحدة الحركية زي ما إحنا اتفقنا إنها بتحتوي، الوحدة الحركية أو الوحدة الوظيفية قلنا بتحتوي على من 5 إلى 100 إيه، قلنا اللي هي إيه ليفة. تمام. طيب عندي هنا هو طالب مني ايه؟ قال لي عاوز اقل عدد من الوحدات الحركيه، وهو مديني عدد الالياف كلها، فاعمل ايه في الحاله ديت؟ انا عدد الالياف اللي هو مديهاني هقسمها على 100 علشان اجيب ايه؟ اقل عدد. طب لو هو طلب مني اكبر عدد هقسم على كام؟ هقسم على 5. لو طلب مني اكبر عدد من الوحدات الحركيه أقول، وهو مديني مين؟ عدد الألياف العضلية، في الحالة دي إيه؟ قلنا هنقسم على كام؟ على كام؟ على 5. يبقى هنا تاني، لو هو مديني عدد الألياف العضلية، تمام؟ أيا كان الرقم، يقول لي 1000 يقول لي 2000 على حسب ما يديني، تمام؟ وقال لي احسب لي أقل عدد من الوحدات الحركية هقسم على إيه؟ على 100. يبقى إذا لما يكون عاوز الأقل هقسم على الرقم الكبير اللي هو 100. طب لو هو عاوز أكبر هقسم على الرقم الصغر اللي هو كام؟ اللي هو 5. نيجي للنقطة اللي بعد كده، رقم 7. لو هو مديني عدد الألياف العضلية، عدد الألياف مين؟ العضلية، مديهاني وطلب مني قال لي عاوز أقل عدد من الليفات بقى المرة دي العضلية. يعني لو هو طلب مني أقل عدد من الليفات العضلية، وهو مديني قلنا ايه؟ مديني عدد الألياف الايه؟ العضلية. احنا عرفنا قبل كده ان الليفة العضلية بتحتوي على لليفات داخلها، وقلنا العدد لسه قايلين فوق اللي هو قلنا بيتراوح من كام؟ من 1000 الايه؟ الى 2000 ايه؟ لليفة. طب هو دلوقتي عاوز مين؟ اقل ايه؟ اقل عدد. ففي الحاله دي انا عشان اجيب له هنا اقل عدد اعمل ايه؟ عدد اللي هي الالياف اللي هو مدهاني هضربها المره دي في 1000، عشان هو عاوز مين؟ اقل ايه؟ هو طالب مني ايه؟ اقل ايه؟ اقل عدد. طب لو هو عاوز اكبر عدد، لو هو عاوز اكبر عدد من الليفات العضليه، وهو مديني مين؟ عدد الالياف ايه؟ العضليه. في الحاله ديت ايه؟ هضرب في كام؟ هضرب ب 2000، عشان قلنا اللي هي الليفات قلنا بتتراوح عددها من 1000 لكام؟ الى 2000. اذا لو هو عاوز اقل عدد هضرب في كام؟ هضرب في 1000. عاوز اكبر عدد هضرب في كام؟ هضرب في 2000. نيجي النقطه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده نخلي بالنا منها، رقم 9. لو هو مديني عدد الالياف العضليه وقال لي احسب لي كام وصله عصبيه عضليه، يعني لو قال لي احسب عدد الوصلات العصبية العضلية. احنا طبعا عارفين ان الاتنين بيساووا بعض، وهو مديني مين؟ عدد ايه؟ الالياف العضلية. يعني لو مديني 50 ليفة عضلية وقال لي يا ترى كام وصلة عصبية عضلية، هيكون بنفس الرقم، هيكون الاتنين ايه؟ بنفس ايه الرقم، مش هغير فيه ايه؟ مش هغير فيه اي حاجة. نيجي النقطة العشرة، لو هو قال لي مديني عدد المناطق الداكنة وقال لي احسب لي المناطق اللي هي شبه المضيئة، أو مديني برضك عدد القطع العضلية، هما التلاتة عموما بيساووا بعض. يعني إيه؟ يعني مثلا عدد المناطق اللي هي شبه المضيئة بيساوي عدد المناطق الداكنة، في نفس الوقت بيساوي عدد القطع العضلية. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمين اي حاجة. نيجي النقطة دي كده نبص عليها كده، انا عندي هنا كم منطقة شبه مضيئة في الرسمة اللي هي قدامي؟ كم منطقة شبه مضيئة؟ انا عندي ادي 1 ادي 2
ادي 3، كل منطقة بسميها اتش، يبقى عندنا 3. طيب في نفس الوقت بتساوي مين؟ بيتساوي عدد المناطق الداكنة. كم منطقة داكنة عندنا كده؟ نبص كده يا ترى هما 3 ولا لا؟ من هنا لهنا ادي 1، من هنا لهنا ادي 1، ادي 2 كده، ها ادي 3 برضك بيساوي 3. برضك بيساوي معايا مين برضك؟ اللي هي عدد مين؟ القطع ايه؟ العضلية. عندي كم قطعة عضلية هنا قدامي؟ ادي 1 2 ايه؟ 3. يبقى عندي الثلاثة ايه؟ بيساوي ايه؟ بيساوي بعض. بس لازم هنا خلي بالي هنا بالنسبة للقطع اللي ايه؟ اللي هي المناطق المضيئة. المناطق ايه؟ المضيئة. احنا اتفقنا عندنا ديت اسمها منطقة مضيئة. دي منطقة مضيئة من اول هنا لهنا اسمها منطقة مضيئة. من هنا لهنا اسمها منطقة ايه؟ مضيئة. انا هنا بالنسبة لي هنا من اول هنا لحد هنا اسمها منطقة المضيئة الكاملة. خلي بالي. يعني هنا في السؤال ممكن يطلب مني يقول لي احسب اللي هي عدد المناطق المضيئة. على حسب بقى ما يقول لي كاملة ولا ما يقولش كاملة. يعني مثلا هنا عند أول حالة لو قال لي، أنا بتكلم دلوقتي على مين؟ على المناطق المضيئة. احنا اتفقنا عندنا حاجة اسمها اللي هي المناطق المضيئة الكاملة وغير الكاملة. وهنا لو قال لي كاملة يبقى لازم احسبها كلها على بعضها. طب احسبها ازاي؟ لو هو قال لي طلب مني عدد المناطق المضيئة وبس ما قالش كلمة كاملة، يبقى اعملها اجيبها ازاي؟ اقول له عدد المناطق المضيئة، وهو كان مديني مين؟ عدد القطع العضلية. يعني مثلا قال لي عندي 50 قطعة عضلية، تمام؟ وقال لي احسب عدد المناطق المضيئة، بس ما قالش كلمة مين؟ الكاملة. في الحالة دي أعمل إيه؟ هزود عليها 1. هزود على القطع العدد اللي هو مدوني كام؟ 1. لو قال لي 50 يبقى 51. قال لي 60 أقول له 61 وهكذا. الكلام ده لو هو إيه؟ قال لي احسب المناطق المضيئة وما قالش كلمة مين؟ الكاملة. أمال لو قال لي احسب عدد المناطق المضيئة الكاملة، في الحالة دي يعمل ايه؟ في الحالة دي اهو وهو مديني مين؟ عدد القطع العضلية. في الحالة دي اهو هطرح منها 1. طيب نيجي نبص على الرسمة كده عشان نفهم. احنا قلنا اول حالة عندنا ايه؟ لو هو قال لي احسب عدد المناطق المضيئة وسكت، هنا عاوز اللي هي الكاملة وغير الكاملة كله على بعضه. احنا هنا هنعمل ايه؟ هنجيب عدد القطع وزود عليها كام؟ 1. طيب انا عندي هنا كم قطعة هنا؟ قلنا ده 1 2 3، عندي 3 قطع. طب هنا احنا عاوزين نجيب كم قطعة مضيئة؟ نبص كده مع بعض. الحتة دي كده ادي 1، من اول هنا لهنا ادي 2، ها 3 4. يبقى احنا زودنا على 3 1 اصبحوا كام؟ 4. طب لو هو بقى طلب مني وقال لي احسب لي عدد المناطق المضيئة الكاملة، في الحالة دي اعمل ايه؟ احنا قلنا القطعة اشيل منها كام؟ اشيل منها 1. نبص كده، هي فين الكاملة اللي عندي هنا؟ الأول عندي كام قطعة عضلية؟ أدي 1 2 3. طب فين المناطق اللي هي المضيئة الكاملة؟ من هنا، من أول هنا، من هنا لهنا أدي 1، ومن هنا لهنا أدي 2، وأنا عندي كام قطعة؟ 3. يبقى عندي 3، لما أطرح منها 1 يتفضل لي كام قطعة مضيئة؟ اللي هما كام؟ 2. طب ما تقول لي دي قطعة مضيئة بس دي غير كاملة، تمام، عشان النص بتاعها اليمة التانية في القطعة اللي هي جنبها وهي مش موجودة قدامي. طب ما دي عندي قطعة مضيئة بس برضه غير ايه؟ غير كاملة. يا رب نكون فهمنا الكام قاعدة ديت عشان نخلينا ايه؟ بالنا منهم. يا رب يكون فهمنا. كان معاكم مستر طارق. ما ننساش يا جماعة نعمل لايك بعد اذنكم. يا ريت كده تعليق جميل كده تشجعونا على الاستمرار. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.